اوكي، في اللاست ستانزا او ذا ثيرد ستانزا، الستانزا الثالثه والاخيره، بيبدا هنا البويت يعرض علينا كويستشن، سؤال طبعا without waiting for your answer، مش منتظر منك اجابه او رد. قول لي يعني does it not seem hard to you؟ doesn't seem hard to you، اليس هذا صعب بالنسبه لك انت كقارئ؟ مش الموضوع ده صعب ان انا اضطر اروح انام والطيور بتلعب بره والناس رايحه جايه؟ when all the sky is clear، حيث ان السماء صافيه and blue وزرقاء وجميله، ده بيدل طبعا انه لسه في وضح النهار. and I should like so much to play، ونفسي طبعا ان العب في الوقت ده، عايز العب، عايز استمتع بالنيتشر بالطبيعه. to have to go to bed by day، انهم يضطروني ويؤمروني ان اروح انام. طبعا عندي هنا قلنا الرايم سكيم يو يو او يو بلو، يبقى عندي اي اي بترتيب السكيم بتاعك. بعد كده بيقول لي بلاي وداي، لو اخدناها بالترتيب المنطقي بتاعها يبقى عندي اي اي اف اف، ولو رجعنا ل اي و اي هنلاقي كان عندنا البي والبي، اي اي واي وداي. يبقى انا يا سيل لو كتبتها في الامتحان اي اي اف اف اوكي اه، ولو كتبتها اي بي بي اوكي اه، وده طبعا مش هحتاجه الا لما يقول لي رايت ذا رايم سكيم اوف ذا بويم، اكتب لي الرايم سكيم بتاع القصيده كلها، هرصهم اللي هم قدامي ال 12 اي اي بي بي سي سي دي دي اي اي اف اف، تمام او بي بي. طيب ايه تاني؟ تعال شوف البارافريز، بيقول لي he makes it clear، هو مين هي ده؟ ده البويت الشاعر، by asking us a question، انه بيسألنا او بيوجه لنا سؤال، which shows that he is sad، اللي بيوضح طبعا حزنه، and it's hard for him، وانه من الصعب عليه انه to go to bed، انه يروح ينام، while the sky، ولسه السماء clear صافية وجميلة. he is supposed، المفترض المفترض انه يكون to play and enjoy the beauty of nature، يكون بيلعب وبيستمتع بالطبيعه كطفل، instead of going to bed، بدلا من كونه يذهب للنوم، while it is still daytime، حيث انه لا زال او لذن وقت النهار. ده بالنسبه للبارافريز. طيب وممكن يجي لي ويقول لي write the commentary، اه الكومنتري ده تعليق على القصيد، اتكلم عن الكومنتري الخاص بالقصيد. طيب بعمل ايه في الكومنتري؟ قلنا بنكتب الشكل العام للقصيده، هي بتتكون من كام استنزه، كل استنزه فيها كام لاين، اللانجوج اللغه اللي استخدمها الشاعر عامله ازاي، هل هي سيمبل ولا كومبليكيتد، الرايم سكيم بتاعك هل هو ايزي ولا ديفيكالت، كمان حاجه عندي الفيجرز اوف سبيتش اللي استخدمها الكاتب، هل هو استخدم فيجرز كتيره ولا لا. بقول هنا ذا بويت سكسيدد ان ميكينج اس بيتي هيم، لازم اكتب السطر ده، ذا بويت سكسيدد ان، نجح الشاعر ان ميكينج اس، انه يخلينا بيتي هيم، نشفق عليه كطفل. His way of writing is very impressive، طريقته في الكتابة طريقة impressive مقنعة. He expresses the feeling of children، بيعكس لنا طبعا شعور الأطفال، who want to be free، اللي نفسهم إنهم يبقوا free زي الكبار. To enjoy life and nature، عشان يستمتعوا بالطبيعة. The poem consists of three stanzas، القصيدة كلها عبارة عن three stanzas. That express one main theme أو one main idea، اللي كلها بتعبر عن موضوع واحد أو فكرة واحدة. The rhyming scheme، الرايم سكيم هنا is AABB، اللي هو التسلسل السهل البسيط، النغمة الواحدة اللي هي AABB. The rhyme helped the poet to express his genuine، اللي هي pure and true feeling. طبعا الرايم سكيم هنا ساعدته انه يوصل لنا شعوره الحقيقي، أبصره من الحزن،
The poet's words كلماته، الكلمات أو اللغة اللي استخدمها simple سهلة وبسيطة and are cleverly chosen to show a talented poet، يعني بتوضح لنا إن هو talented شخص موهوب أو شاعر موهوب. لو بصينا في الكلمات كلها مفيش حاجة اسمها كلمة معقدة أو كلمة صعبة، مفيش كلمة معقدة أو كلمة صعبة، ده مديني night و light و way و day، كلها كلمات عادية خالص سهلة ولكن وصلت المعنى اللي هو حابب يوصلهن. ده بالنسبة لشرح القصيدة الأولى بنفس الطريقة دي. مديني بعد كده شرح آخر. لو رحنا لبيج 144 144 تمام، مديني introduction مقدمة، مقدمة المقدمة ديت نقراها طبعا هتفيدني كتير خاصة في الجزء الخاص بجزئية الويزر ان انجلاند، الطقس في انجلترا وتأثيره على حياة الأطفال. يقول لي this poem has some interesting things about England، القصيدة فيها حاجات طبعا بتتكلم عن انجلترا. To tell those who have never been there، عشان تعرف الناس اللي ما راحوش انجلترا قبل كده، يعني بيعكس لي حالة الطقس اللي موجودة. In winter months في شهور الشتاء around Christmas كده تقريبا في فترة الكريسماس. It's dark يعني الجو بيبقى dark ضلمة. Till about 8 o'clock in the morning لحد تقريبا 8 صباحا. In summer أما في فصل الصيف from June to September اللي بيبقى من يونيو لسبتمبر it's light it's light until about 9 it's light يعني فيه ضوء until 9 o'clock at night حد الساعة 9 تقريبا مساء بيكون لسه الجو فيه light يعني فيه sunlight. المين ثيم او المين بويم، المين ثيم اوف ذا بويم الفكره او الموضوع الاساسي، وانا اقدر اجيبه لك سؤال واقول لك وات از ذا مين ثيم، ايه هو الموضوع الرئيسي او الاساسي في القصيده. ذا بوي دازنت لايك ذا ايديا، مش عاجبه طبعا فكره جوينج تو بيد ايرلي النوم بدري اللي هي عشان كده قلنا اسمها بيد ان سمر. When the sky is clear and blue حيث لا زالت السماء صافية وجميلة وفي صان موجودة. On the other hand من ناحية تانية he has to go to get up early انه بيضطر انه يصحى بدري during winter اثناء الشتاء when it is still dark حيث لا زال الجو مظلم. طبعا مديني الاستانزز مره تانية بطريقه شرح تانية قريبه جدا طبعا من الاولى لكن نقدر نقراها هنستفيد اكتر كمان بالاضافه للشرح الاولاني. طب يا سير احفظ الاول ولا التاني؟ حفظت ده او ده وصلت لي الفكره بكلامك انت، مش لازم احفظ تيبيكال نفس الكلام اللي مكتوب، ممكن افهم انا واعبر بطريقتي مفيش مشكله. The poet is writing from the perspective اللي هي point of view يعني from his point of view يعني من وجهة نظره of a child من وجهة نظر طفولية يعني حاطط نفسه مكان الطفل. In winter time the child gets up in the morning when it is still dark he uses the candle بيستخدم الكندل to get dressed عشان يلبس. In summer time أما في فصل الصيف the child goes to bed when the sun is still shining. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه في الجزء الاولاني بتعيده تاني بطريقتك. يا سير انا مش قادر احفظ الكلام ده، حبيبي قول لي عيد نفس الكلام ده. In winter he gets up at night يعني he gets up in the dark and he dressed by yellow candlelight because it's dark he uses a candle to get dressed عشان يرتدي ملابسه for school طبعا. In summer the other way او on the other hand من ناحية اخرى he has to get up or to go to bed هنا by day بيضطر طبعا ينام مبكرا in summer. مديني الساوند ديفايسز زي الاليتريشن، الاليتريشن اللي هو الجناس، الاقي عندي هنا تو وتو، التي مع التي والبي مع البي اللي هي بيد وباي
البدايات واحدة طبعا to give music بتديني موسيقى. الرايم سكيم قلناه اللي هو ايه بي بي. في الاستانزا الثانية كان بيقول لي هنا طبعا اعرف معنى كلمة هوبينج اللي هي جامبينج اون وان ليج. طيب بالنسبة للبارافريز بقول in summer the child goes to bed when the birds are still jumping on one leg معناها hopping on the trees. The child also hears the sound of adults سمع صوت الادلتس البالغين او الكبار اللي هي grown ups او adults walking past the house ماشيين طبعا بيمروا على بيته رايحين جايين كده while he او she is in bed بينما هو في السرير نايم. الفيجرز هنا قلنا في عندي personification في تشخيص في السطر اللي بيقول the bird is still hopping on the tree. هنا هي personifies بيشخص طبعا the bird الطائر as a child بيمثله هنا بالطفل who jumps on one leg اللي بيتنطط على رجل واحدة. في عندي alliteration زي I have to go to bed اللي هي two with two برضو two with two. مديني كمان still going past me in the street عايز يقول لي ان الاس هنا والاس هنا برضو بتديني alliteration عشان تديني music. وكان الرايم سكيم عبارة عن سي سي دي دي الترتيب المنطقي بتاعك. الاستانزا الاخيرة والتالتة قال لي in the last stanza في الاستانزا الاخيرة the boy complains بيشتكي about the idea of going to bed early بخصوص الذهاب للفراش مبكرا. He feels it's unfair هو شايف ان الكلام ده unfair غير عادل طبعا to go to bed early when the sky is clear لسه السماء صافية والشمس موجودة and everything around him is so beautiful كل حاجة حواليه الطبيعة جميلة جنبه. instead of playing بدلا من انه طفل ويلعب في الوقت ده انه have to go to bed بيضطر يروح ينام. في alliteration تاني عندي اللي هي to bed و to go to bed by day اللي هي T و T. عندي طبعا ال B بتاعت by و bed برضو فيها alliteration. بالنسبة لي الرايم سكيم قلنا اقدر اقول اي اي بي بي او اقدر اقول اي اي اف اف. ده كل ما يخص القصيدة الاولى. وقلنا طبعا هنقدر نزودكم برضو بفكرة تانية فيها ان شاء الله نضيفها على دي، لكن مطلوب مننا احفظ اللي موجود عندي سواء كان الكومنتري سواء كان الرايم سكيم الفيجرز اللي موجودة بالإضافة طبعا للبارافريز في كل استانزا. سير يعني فيهم مورك؟ ما في الهوم ورك عندك حفظ الكلام ده يعني اجي لك الحصة الجاية واقول لك قولي لي الاستانزا الاولى اعملي لي البارافريز بتاعها طلعي لي الفيجرز اللي موجودة قولي لي what is the main idea of the poem ايه هي الفكرة الرئيسية في القصيدة تمام قولي لي الرايم سكيم بتاع القصيدة كلها. تمام يا سيدي. تمام يا شباب يا شباب تمام يا سيدي. طيب احنا كده كده خلصنا الشعر كده خلصنا الشعر عشان تبقوا بس مبسوطين واستريح كده الشعر خلاص. نعم.